مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هنتكلم عن سهم AMD ولماذا يستحق المراقبة رغم الضعف الحالي والهبوط المستمر. السهم على الرسم البياني الأسبوعي زي ما حضراتكم شايفين ارتطم بمناطق مقاومة شهرية طويلة الأجل حول مناطق 200 تقريبا 227-230، ونزل منها وفقد أكثر من نص قيمته من ذلك المستوى، حيث الآن يتمحور حول مناطق 100. يعني السهم فقد أكثر من 50% من قيمته على مدار تقريبا سنة، من 2024 في شهر مارس إلى 2025 شهر مارس أيضا في اتجاه عام هابط أصبح طويل الأجل، يتميز بخطوط اتجاه هابطة وخطوط قناة هابطة بتربط بين القمم المتناقصة وكذلك القيعان المتناقصة. وفي طريق الهبوط قام بكسر دعم شهري آخر حول 134، والرقم ده مهم للغاية. الآن وصل السهم لمناطق دعم أسبوعية أفقية طويلة الأجل أيضا، سبق وأن قام بتكوين قاع جيد جدا عندها في السابق، ساعدوا على الارتداد الأعلى للمستويات العليا الشهرية التي ذكرناها في مطلع الفيديو عند 227. إذا لقد وصل سهم AMD لمناطق يستحق المراقبة عندها، تتشكل من دعمين طويلي الأجل: الأفقي المذكور حول 95 أسبوعي طويل الأجل، ثم خط القناة الهابط نفسه، حيث من الطبيعي والمنطقي أن يشهد شيء من الارتداد الأعلى والتصحيح عند ملامسة خط القناة، وهو كذلك الآن حول وبالقرب من خط القناة، فوارد جدا في المسافة ما بين 95 ممكن 90 واحتمال بشيء من الضعف 85. المهم حول تلك المناطق ممكن يشهد سهم AMD ارتدادا تصحيحيا مرة أخرى. وهنا الجدير بالذكر منطقة المقاومة حول 134، لأنها طبيعي جدا هتكون مستهدف أي تصحيح قوي للأعلى يقوم به سهم AMD. طبعا التصحيح قصير الأجل مؤقت ضد التيار العام الهابط، لكنه هيكون ذات مخاطرة متوسطة نظرا لأن الارتداد ممكن يستغرق شهر 2-3، وهيبقى في مكسب افتراضي محتمل قرابة 30%، وده مكسب افتراضي مش وحش خالص عندما نقيس الارتداد من مناطق 90 إلى 134، هو أزيد من 30% بقليل. ننتقل للرسم البياني اليومي. هنلاحظ ان احنا عندنا اتجاه هابط قصير الاجل يمثل الموجة الدافعة لأسفل ضمن الاتجاه الهابط الذي ذكرناه، وبالتالي احنا عايزين نراقب الاتي: قدرة السهم على الثبات فوق مناطق 95، وبشيء من الذبذبة العنيفة ممكن نتقبل 90، وكذلك يجب الحفاظ على القناة السعرية خط القناة الهابط ما ينكسرش للأسفل، ويستحسن الأفضل من ده كله الارتقاء فوق 100 وكسر خط الاتجاه الهابط قصير الأجل المرسوم المائل إلى المتوسط. يبقى احنا عايزين نراقب قدرة الثبات على مناطق 90 فترة ما، يستحسن الثبات فوق 100، ويا سلام لو نكسر خط الاتجاه الهابط على الرسم البياني اليوم، الداون ترند لاين ينكسر للأعلى. طبعا أكيد محتاجين فوليوم عالي، ومحتاجين على الأقل 5 أيام إغلاق فوق ذلك الخط المكسور للأعلى. كلها طلبات ومعايير مطلوب استيفائها لكي يبدأ سهم AMD Advanced Micro Devices من التخلص من الموجة الهابطة لأسفل والدخول في موجة تصحيحية للأعلى
هذه الموجة التصحيحية للأعلى تستهدف كما ذكرنا مناطق تقريبية حول 134. صمام الأمام الآن لمن يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة عند $90، كسر تلك المستويات للأسفل مع إغلاق أسبوع كامل أدعى للتخفيف من المراكز الافتراضية مع افتتاح سلبي يوم الاثنين، بينما إغلاق أسبوع آخر إضافي تحت تلك المستويات أدعى لاستمرارية التخارج من المراكز الافتراضية المفتوحة. أظن ده كان سريعا ملخص لرؤية AMD وإيه المطلوب نراقبه فيه. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.